راح يا جدعان افتكر بس المحاضره كان فيها بروسيس زي مثلا المحاضره الاولى كان بيقول فيها ازاي نعمل السوبر ستيم، ازاي نعمل له ميكسنج في الشامبر، ممكن ندخل عن طريق كذا طريقه كده ثلاثه في تمام. بس ده اللي فاكره المحاضره الاولى. عمل ايه؟ تخيل عمل سموت ضغط وسموت حراره، الستيم بروسيسز عامه. سموت حراره وسموت ضغط، ايوه، وسموت الانتروبي. بس في الحاله العمليه انت ما تعرفش اي حاجه عن الكلام ده. هو بس خالص يعني احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي. هو دكتور يعني تانية او في تانية باور ما نعرفش يعني ايه تربين، ما نعرفش يعني ايه تربين التربين. ما فيش دكتور دخل جاب مثلا رسمه للتربين دي في حقوق قاعده خالص، بس فاحنا عارفينها اسما، بس يعني عارفين حاجات باسمها. تمام. انت يعني قصدك ما شفتهاش بس على الحقيقه يعني. على الاقل يعني ابسط حاجه كان ياخدنا على الورش مثلا، يورينا اي حاجه من الحاجات. هي الحاجات دي اعتقد مش في الورق بس ايش او ممكن في يعني انا بتكلم عن مش في العمل اصلا، احنا كلها عمليه والمفروض يبقى الحاجات دي نشوفها عملي، بس احنا لغايه دلوقتي بندرس كل النقط. بالظبط. تمام. كنا بناخد كل بروسيس مثلا بنجيب فيها الكيو والدبليو، لو مثلا فاكر اي حاجه يعني اي نقطه مميزه في الجزء ده. الكيو مثلا كانت بتطلع كونستنت في الحالتين. انا فاكر ان الكيو في الاخر في الانتروبي الكيو بتصفصف، لان الاس وال اس كونستنت. ايوه الاس بتصفصف. تمام. كان في الاول خالص قانون، بس احنا بنطبق قانون عام قانون الاوبن سيستم كلوز سيستم. يعني اللي هو مقسمه عمليه التحميص وكده، وطرق بتاعه التحميص والطرق بتاعه التحميص برضه. اما المحاضره الثانيه بتتكلم على اللي هو عمليات، اربع عمليات. العمليه الاولى اللي هي سقوط الحج اللي هو انشورك، طبعا لما الحج يبقى ثابت يبقى ده معناه ان هو ايه، على حسب العمليه، على حسب السيستم، في بروسيس وفي سيستم. البروسيس هي سقوط الايه، الحج. اما السيستم فممكن في ممكن كلوزد او اوبن. كلوزد مثلا هنلاقي ان الايه، ان الضغط الشغل بيساوي اللي هو كابل البي تي في، فعشان كده الايه، الشغل في حاله الكلوزد سيستم بيبقى ايه، بيساوي صفر. اما في حاله الايه، الاوبن، فهيكون القيمه، لان الايه، لان الاوبن وورك بيساوي ايه، سالب تكامل البي تي في، فهيكون القيمه. اما الكيو فهنلاقي ان الايه، ان الكيو ثابته في الحالتين، الحالتين الايه، السيستم يعني سواء كروز او اوبن، الكيو ثابته ليها قيمه معينه، ممكن تستخدمها في القانون وهنطلعها. كله بيرجع للقانون اللي هو الكيو ناقص دبليو بتساوي دلتا يو. دلتا يو بالنسبه للكلوز، والكيو ناقص دبليو بتساوي دلتا اي في الايه، في الاوبن. لكن الاوبن او الكلوز الكيو بتكون ثابته، لكن الورك هو اللي بيتغير، الاوبن او الكلوز. وفي نفس الوقت برضه الاثنين بيتغيروا من بروسيس للثاني. اكيد. ده بالنسبه للبروسيس الاولانيه. اما البروسيس الثانيه فهي بتتكلم على ايه، على سقوط الايه، على سقوط الضغط. سقوط الضغط طبعا اللي ان الورك هيتعكس. الورك كان في حاله الكلوز سيستم بالنسبه لسقوط الحجم كان في صفر، وكان ليه قيمه في الايه، في الاوبن سيستم بالنسبه لسقوط الحجم. هيبقى العكس بالنسبه للايه، بالنسبه لسقوط الضغط. يعني الكلوز ده في الكلوز هيبقى ليه قيمه، اما الاوبن هيبقى ايه، هيساوي صفر. ده بالنسبه للشغل. اما بالنسبه للكيو هتبقى برضه ليها قيمه ثابته في الحالتين، في حالات الايه، الكلوز ده، ده بالنسبه لسقوط الضغط. اما سقوط درجه الحراره ده هيبقى ايه، هيبقى في قيمه للكيو ثابته برضه في الاوبن والكلوز، اللي هي هتساوي الكيو في الدلتا اس. تمام. والورك هيبقى برضو إيه، على حسب السندات القانونيه. واخر حاجه بقى اللي هي ايه، عمليه الايزوتروبيك اللي هي صوت الالكتروبي، يعني اللي هو بيتوقف على حاجتين، الكيو والفراكشن، لازم الاثنين يكونوا بصوصه. اما الماده ككل هي كانت سمو قبل كده، انا ما اعرفش. عادي. الميكسنج اللي احنا بنستخدمه الريجليشن بتاع السوبر هيتنج ده، يعني نقدر نتحكم في السوبر هيتنج دي، نطلعه عند درجه حراره معينه، عند بريشر معين،
هي الفكره هون في الميكسنج اللي انا فهمته في المحاضره. تمام. الدكتور عايز يوصله ان الميكسنج تشامبر او الميكسنج بروسيس يبقى فوق في تو انبوت او عدد ملل يعني انبوت يعني انبوت داخله اثنين داخلين واثنين خارج مثلا. الداخل لازم يبقى عند نفس الضغط. الاثنين المدخلين بتوع الميكسنج بروسيس لازم يبقى عند نفس الضغط. تمام جميل. تمام. ففي حالتين مثلا احنا في بدايه المحاضره النهارده كان في كذا كلمه الانبوت بيبقى سوبر هيتد ستيم. يبقى داخل سوبر هيتد ستيم داخل على الميكسنج بروسيس. الناحيه الثانيه الانبوت الثاني ممكن يبقى كذا حاجه، ممكن يبقى دراي او ممكن يبقى ويت. تمام. احنا عايزينه يخرج، عايزين الاوت بوت يخرج في حاله سوبر هيتد ستيم. بس السوبر هيتد ازاي اللي داخل؟ سوبر هيتد بس المويشر بتاعته مطلوبه معينه عشان ما يخش عند التوربينه. عم بتبقى في بيبقى في باور بلانت الميكسنج تشامبر دي بتبقى في حته معينه في الباور بلانت بتبقى مطلوب الميكس مويشر معينه درجه تربينه معينه بحيث البخار اللي داخل على الريش بتاع التوربينه ما يعملهاش ضرر. فاحنا بنستخدم الميكسنج تشامبر في الكلام ده. فلو كان عندنا مثلا سوبر هيتد داخل الناحيه دي ودراي داخل الناحيه دي بنعمل له اكسبانشن فالف عشان يبقى الضغط عند نفس الضغط الاثنين عند ضغط واحد وبعد كده يخرجوا عند الضغط برضه نفس الكلام ودرجه رطوبه معينه. ده الجزء الاول بتاع الميكس في كذا طريقه. واخر حاجه كانت عن طريق سبرينج ووتر جرازلين بحيث ان هو برضه في هيتكس اكسجين. هو انا شايف كل الابلكيشنز اللي انا شايفها بتبقى في الستيم باور بلانت اللي هو باور بلانت كبير. انت بتبقى عندك يعني بيبقى البخار خارج من البويلر بصوره سوبر هيت. ممكن يبقى في حاله معينه او حسب الزيوت اللي عندك في المحط ما ينفعش تدخله على طول على الكمبيوتر. فبتعمل بروسس معينه عشان تدخله بالوصف التوربينه بتاعتك بالوصف المكان. ممكن تعمل بقى الميكسنج تشامبر في الحاله دي عشان تظبط. او ممكن نعمل الميكسنج تشامبر في حاله الاي اي لو خدنا السيرفر حاله الريجنريشن اللي هو الريكومنايزر اللي هو قال عليه. اللي هو انت بتستفاد من العادم، هو العادم بيبقى طالع صفر فبدل ما ترميه في الهواء بتستفاد منه تاخده تاني تسخن بيه. تمام. في تطبيقات كتيره ممكن مثلا في دوره الجاز. ممكن في تطبيقات حتى في الكيمستري باور دايناميك يعني في حاجات تانية ممكن غير الاطفال. في اي حاجه ممكن تستخدم فيها الميكس. شكرا ليك. We'll be right back.